السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الصف السادس. النهاردة معادنا إن شاء الله في الجزء الثالث من مراجعة الوحدة الأولى الأعداد الصحيحة إن شاء الله في الرياضة. ياريت يكون الجزء الأول والثاني قدرنا إن احنا نوفي معاكم المسائل اللي كانت موجودة فيه، وتعالوا إن شاء الله دلوقتي نروح نشوف الجزء الثالث من المسائل. نبدأ نشوف المسألة هنا يا ولاد، بتقول لنا ايه؟ سالب 7 أس 2، طبعا ده عدد سالب ومرفوع لأس زوجي، واحنا قلنا ان اي عدد سالب مرفوع لأس زوجي بيدينا عدد موجب، يدينا عدد موجب. طب جت ازاي يا ولاد؟ سالب 7 أس 2 معناها ان انا بكرر السالب 7 مرتين، يعني سالب 7 في سالب 7، واحنا عارفين في القاعدة بتاعت الإشارات ان سالب في سالب بموجب، يبقى 7 في 7 ب9 واربعين، 7 في 7 ب 49. نروح للمسألة اللي بعدها، بنقول سالب 2 أس 4 زائد سالب 3 أس 2. طبعا لازم أفك كل واحدة منهم أولاد لوحدها. سالب 2 أس 4 برضو ده عدد سالب ومرفوع لأس زوجي، يعني هيديني عدد موجب. برضو جات ازاي يا أولاد؟ بكرر سالب 2 في سالب 2 في سالب 2 في سالب 2، يعني أربع مرات. أربع مرات، سالب 2 في سالب 2 بأربعة، وسالب 2 في سالب 2 بأربعة، أربعة في أربعة، تمام، 16، زائد سالب 3 أس 2، سالب 3 أس 2 معناها إن أنا بكرر سالب 3 في نفسها، يعني سالب 3 في سالب 3 اللي هي هتطلع بتسعة، وأجمع 16 زائد 9 يطلع الناتج عندنا 25. المسألة اللي بعدها بنقول 2 أس 2 زائد 2 أس 2. 2 أس 2 معناها 2 في 2، طبعا 2 في 2 بأربعة، زائد 2 أس 2 اللي هي 2 في 2 برضه بأربعة، أجمع 4 زائد 4 يدينا 8. نروح نشوف مسألة تانية. المسألة الأولانية هنا يا أولاد بيقول لنا 2 أس 2 في 2 أس 2 على 2 أس 2 في 2. احنا متفقين مع بعض يا اولاد ان القاعدة بتقول لنا ايه؟ لما يكون الاساس هو الاساس، لما يكون الاساس هو الاساس، في حالة الضرب بجمع الاسس، في حالة الضرب بجمع الاسس. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي المسألة هنا اهو، بروح اشوف البسط اللي عندي 2 أس 2 في 2 أس 2، الاساس عندي تحت هنا 2 وهنا 2، هو هو او مكتبه هو هو، ينزل زي ما هو الاثنين. قلنا في حالة الضرب بقى يا اولاد اهو، مش ده ضرب قدامنا، في حالة الضرب بنعمل ايه؟ هجمع الاسس، هنا اس 2 وهنا اس 2، فبجمع 2 زائد 2 4، واقوم كاتب الاربعة، يبقى 2 اس 2 في 2 اس 2 تطلع 2 اس 4. ننزل في المقام برضو، الاساس هو الاساس، هنا 2 وهنا 2، يبقى هنكتب الاساس زي ما هو. برضو قلنا في حالة الضرب بنعمل ايه في الاسس؟ هجمع الاسس، هنا اس 2. واحد هيقول لي طب هنا مفيش حاجة مكتوبة، ما احنا اتفقنا يا اولاد ان العدد لما يبقى لوحده كده مكتوب كأنه اس ايه؟ واحد، بس الواحد ما بيتكتبش، يبقى هنا كأن انا هجمع 2 زائد 1 تطلع 3، 2 زائد 1 3. يبقى انا هنا هقسم بقى ايه يا اولاد؟ 2 اس 4 على 2 أس 3. طبعا القاعدة برضو بتقول لنا ايه؟ لما يكون الاساس هو الاساس، في حالة القسمة بنطرح الاسس، في حالة القسمة بنطرح الاسس، بنزل الاساس اهو زي ما هو، وهطرح الاسس من عندنا هنا، 4 ناقص 3، 4 ناقص 3. طبعا انا عارف ان 4 ناقص 3 بكام؟ بواحد، تمام، ادي الاساس عندي الاتنين، واربعة ناقص تلاتة واحد، اتفقنا ان احنا الواحد لما بيكون اس ما بيتكتبش، يبقى يطلع ناتج المسألة عندنا هنا اتنين. تعالوا نروح نشوف مسألة تانية شبهها، بنقول تسعة اس ستة في سالب تسعة اس اربعة على سالب تسعة اس اتنين في تسعة اس تلاتة. لازم يا اولاد لما اجي اشتغل احاول اخلي الاساس شبه الاساس. لو بصينا فوق هنلاقي الاساس الاولاني هنا تسعة، والاساس التاني سالب تسعة. ببدأ اعمل بقى ايه يا اولاد؟
هبدأ أخلي هنا السالب دي بره، أخد السالب بره، أسيب العدد الأولاني 9 أس 6 في، هطلع السالب بره 9 أس 4. ننزل تحت، السالب اللي بره برضه، السالب اللي تحت هنطلعها بره، يبقى سالب 9 أس 2 في 9 أس 3. لما نبص بقى هنا أولاد، بقى كل الأساس شبه بعضه، هنا 9 وهنا 9، هنسيب السالب بره زي ما هي، اللي فوق أهي الأساس هو الأساس، هكتبه زي ما هو. 9 قلنا في حالة الضرب بعمل إيه في الأسس؟ بجمع الأسس، 6 زائد 4 10، يبقى فوق هنا 9 أس 10. ننزل تحت، الأساس هو الأساس، 9 هنكتبه زي ما هو برضه في حالة الضرب، أجمع الأسس، 2 زائد 3 5، 2 زائد 3 5، وما ننساش السالب اللي بره، يبقى فوق عندنا سالب 9 أس 10 على سالب 9 أس 5. سالب على سالب يا أولاد هيروحوا مع بعض، لأن سالب على سالب بموجب. طب في حالة القسمة بنعمل إيه يا أولاد؟ الأساس أهو زي ما هو، لأن هما شبه بعض، واطرح الأسس. واطرح إيه يا أولاد؟ الأسس، 10 ناقص 5 اللي هي هتطلع عندنا بخمسة، 10 ناقص 5 اللي هي هتطلع عندنا بكام يا أولاد؟ بخمسة، يبقى يطلع الناتج عندنا هنا 9 أس 5، 9 أس 5. تاني يا أولاد، بنقول لما يبقى في عندنا إشارة سالب وانا عايز اخلي الاساس شبه الاساس، هطلع السالب بره، هطلع السالب بره زي ما طلعناها هنا، فبقت 9 اس 6 في السالب بره 9 اس ايه 4، وده هنا ضرب، واحنا قلنا في حالة الضرب بجمع الايه يا اولاد؟ الاسس، يبقى 6 زائد 4 10. نفس الحكاية تحت، هجمع برضو الاسس، 2 زائد 3 5، يبقى 9 أس 10 على 9 أس 5، لأن السالب هيروح مع بعضه. في حالة القسمة بطرح الأسس، 10 ناقص 5 تطلع 5. نروح لمسألة تانية، ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي. في الأولانية هنا أولاد بنقول 4 أس 2، طبعا 4 أس 2 معناها إن أنا بكرر الأربعة مرتين، يعني 4 في 4، 4 في 4، لازم أطلع الناتج بتاعها الأول، 4 في 4، 4 في 4 اللي هي بتساوي 16، وهنا عندنا 8، طبعا ال 16 يا ولاد أكبر من ال 8 أهو. اللي بعدها سالب 6 أس 2، قلنا أي عدد سالب مرفوع لأس زوجي يدينا عدد موجب، يعني كأني بقول سالب 6 في سالب 6 اللي هي تطلع بموجب 36. وهنا أولاد عندنا سالب 12، طبعا أي عدد موجب أكبر من أي عدد سالب، يبقى 36 أكبر من سالب 12. اللي بعدها 9 أس 2، إحنا عارفين إن 9 أس 2 يعني 9 في 9 بكام يا أولاد؟ ب81. طيب سالب 3 أس 4، يعني برضو بكرر السالب 3 أربع مرات، هتطلع برضو 81. هنا 81 وهنا 81، يبقى على طول هنحط يساوي. المسألة اللي بعدها بنقول 1 على 7 أس 2 في 7 أس 2، طبعا الواحد في أي حاجة يا أولاد هي هياها، يعني الواحد في 7 أس 2 ب 7 أس 2، لأن الواحد ده عنصر محايد ضربي، فكأن هنا بنقسم 7 أس 2 على 7 أس 2، 7 أس 2 على 7 أس 2. في حالة القسمة يا أولاد احنا قلنا بنعمل ايه في الأسس؟ بنطرح الأسس، فدي هتطلع 7 أس 0، 7 أس ايه؟ 0. أي عدد أس 0 بيساوي 1، أي حاجة أس 0 بواحد. طب هنا 1 والجنب التاني 1، يبقى على طول هنا هنحط ايه؟ يساوي. يبقى تاني أي حاجة أس 0 بإيه يا أولاد؟ بواحد. المسألة اللي بعد كده بنقول 3 أس 7 على 3 أس 4، عملية قسمة هي أولاد، والأساس هو الأساس، يبقى ينزل الأساس زي ما هو،
وفي القسمة بنطرح الأسس، يبقى أنا هطرح 7 ناقص 4. 7 ناقص 4 اللي هي بتساوي كام؟ 3. 3 أس 3 معناها إن أنا مكرر التلاتة 3 مرات، يعني 3 في 3 في 3 اللي هي هتساوي 27. المسألة اللي بعدها بنقول -6 أس 5 على -6 أس 2. برضو الأساس هو الأساس يا ولاد، فبكتب الأساس زي ما هو عندي، -6. وقلنا في حالة القسمة طالما الأساسات متشابهة أطرح الإيه؟ الأسس. يبقى 5 ناقص 2 3، 5 ناقص 2 3، فهتبقى -6 أس 3 معناها إن أنا بكرر -6 3 مرات، يعني -6 في -6 في -6. طيب سالب في سالب يا أولاد بموجب، وستة في ستة بكام؟ ب36. تمام، يبقى هنا ده عدد موجب، هضرب العدد الموجب ده في عدد ايه؟ سالب. موجب في سالب يدينا عدد سالب، واضرب ال36 في 6، 6 في 6 ب36، 6 ومعانا التلاتة، 3 في 6 ب18، 18 و3 21. يطلع الناتج عندنا هنا -216. مسألة هنا بتقول لنا ايه يا اولاد؟ اكمل الانماط العددية التالية بكتابة 3 اعداد متتالية. في مسائل الانماط يا اولاد لما باجي اشتغل اخد بالي اول حاجة اشوف هل الاعداد اللي عندي دي هنا بتزيد ولا بتنقص. لما بلاقي الاعداد بتزيد يا اولاد بيبقى قدامي حاجة من اتنين، يا اما جمع يا اما طرح، لو انا ماشي بحاجة ثابتة. لو بتنقص، سوري، لما بنكون الاعداد عندنا بتزيد حاجة من اتنين، يا اما جمع يا اما ضرب، يا اما جمع يا اما ضرب. لو الاعداد بتنقص هتبقى يا اما طرح يا اما ايه؟ قسمة، والكلام ده لو انا ماشي بنمط ثابت يا اولاد. لما اجي للمسألة الاولانية هنا بنقول 6 بقت 14 بقت 22 30 38. لو بصينا على كل عدد يا اولاد هنلاقيه بيزيد عن اللي قبله 8، بيزيد عن اللي قبله 8، يعني عملية ايه يا اولاد؟ جمع. فانا هجمع على ال 38 دي، هزود عليها كام؟ 8. تمام، انا عارف ان انت كل الوقت شغال بالآلة، انما عايزين نراجع مع بعض كده الجمع بتاعنا. بجمع 8 و8 16، واطلع بالواحد على التلاتة هتبقى 46. اجمع عليها 8 6 و8 14، واطلع بالواحد على الاربعة تبقى 5 54 و8، هجمع 4 و8 12، واطلع بالواحد على الخمسة تبقى 62. المسألة اللي بعدها بنقول نص ربع تمن 1 على 16. طبعا الاعداد هنا اولاد دي كسور، والقياس هنا النص بقى ربع، يعني قل ربع، بقى تمن قل برضو ربع يا اولاد. واحد هيقول لي طب انا مش هعرف اجيبها بالشكل ده، انا ممكن ابص على المقام بقى يا اولاد. بصوا كده على المقام عندي الاتنين، كأن انا مش شايف البسط، بخبي البسط بقى خالص، بخبي البسط خالص وهمشي تحت. الاتنين بقت 4، كأن ضربتها تحت، ضربتها تحت، ركزوا يا اولاد، في 2، يبقى 2 في 2 ب4، ال4 ضربتها في 2 بقت 8، ال8 ضربتها في 2 بقت كام؟ 16. يبقى انا عندي المقام فوق ثابت اهو الواحد، هضرب 16 في 2 ب32. برضو اللي بعدها البسط عندي ثابت، 1 هضرب في 2 64. برضو البسط عندي ثابت، هضرب برضو تحت في 2 تطلع 128، يبقى 1 على 128. نروح للمسألة اللي بعدها. المسألة هنا بنقول 128 64 نقط 16 نقط 8 نقط نقط. لو بصينا هنا على الاعداد يا اولاد هنلاقيها بتقل، واحنا اتفقنا مع بعض لما يكون الاعداد بتقل وماشية بنفس النمط يا اما انا بطرح يا اما انا بقسم. لو بصيت هنا على المسألة يا اولاد هنلاقيها عملية قسمة، هنلاقيها عملية قسمة، يعني انا هنا بقسم على كام يا اولاد؟ بقسم على الاتنين، بقسم على الاتنين. فلما بقسم ال128 على الاتنين بتطلع 64.
64 على الاثنين، هقسم 64 على الاثنين تطلع 32. 32 على الاثنين هتطلع 16. 16 على الاثنين هتطلع 8. 8 على الاثنين فيها الأربعة، وأربعة على الاثنين فيها الاثنين. نقولها كمان مرة، 128 هقسمها على الاثنين، 12 على الاثنين 6، و8 على الاثنين 4، يعني 64 نقسمها على الاثنين يبقى 32. 32 على الاثنين 16، 16 على الاثنين 8، و8 على الاثنين 4، و4 على الاثنين 2. نيجي للمسألة اللي بعدها يا ولاد. وانا ماشي اهو 15 12 9، يبقى وانا ماشي هنا في الاتجاه ده بلاقي ان الاعداد عندي ايه؟ بتنقص. طب بتنقص كام يا ولاد؟ بتنقص 3. بتنقص 3، يبقى كل ما همشي هنقص 3. 9 ناقص 3 6، و6 ناقص 3 3. طب لو مشيت في الاتجاه المعاكس يا ولاد معناها ان انا بعمل ايه؟ بجمع. بس هجمع كام؟ هجمع 3، يعني همسك ال 15 اللي عندي دي عشان اجيب اللي قبلها، هجمع عليها 3 15 و 3 18. السؤال اللي بعد كده، دي مسألة لفظية يا ولاد عن الأنماط. بيقول لنا تستصلح شركة أراضي بصحراء مصر 6 أفدنة في اليوم الواحد لتصبح صالحة ومجهزة للزراعة. كم يوما يلزم الشركة لاستصلاح ما يقرب من 50 فدان؟ ولازم أكتب النمط العددي اللي بيعبر عن المسألة اللي عندي دي يا أولاد. طيب ناخد بالنا بقى كده يا أولاد، الشركة دي بتستصلح 6 أفدنة في اليوم، يعني كل يوم بتعمل 6 فدان. يعني أنا ببدأ في النمط بتاعي هنا بستة، اليوم اللي بعده هنزوده 6، يعني 6 و6 12. اليوم اللي بعده هنزوده 6 هتبقى 18. اليوم اللي بعده 6 تبقى 24. يبقى كل ما همشي ازود ايه يا اولاد؟ 6. الاقي واحد مثلا من الطلبه الشطار يقول لي ايه؟ طب ما ده جدول 6، كاني بضرب 6 في 1 وبعد كده 6 في 2 ب 12، 6 في 3 ب 18، 6 في 4 ب 24، 6 في 5 بكام؟ ب 30، 6 في 6 ب 36، 6 في 7 ب 42، بدأنا نقرب اهو يا اولاد من ال 50، 6 في 8 48، وال 6 في 9 ب 54. يبقى احنا هنا فعلا يا اولاد عملنا ايه؟ وصلنا الى ما يقرب من العدد ايه يا اولاد؟ 50، يعني جبنا ال 50 اهو وزدنا عليهم كمان 4. طب احنا كده يا اولاد اخدنا كام يوم؟ عد كده الايام بتاعتنا، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى احنا كده اخدنا 9 ايام. يبقى اللي هيلزمنا هنا يا اولاد كام يوم عشان نستصلح ما يقرب من 50 فدان؟ يلزمنا 9 ايام. كده يبقى احنا ان شاء الله خلصنا الوحدة الاولى كلها بتاعت الاعداد الصحيحة. نتمنى ان احنا نكون قدرنا نلم المسائل كلها بطريقة سهلة وجميلة. ما تنسوش لو عجبكم البرنامج تنسوش لايك شير سبسكرايب. باي باي.